المبتغى والمرتجى والمعطيات الحية، نبصر سناهم لامعا في التربية الأسرية، في التربية الأسرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا الإخوة الكرام الذين معنا في المسجد، وكذلك الإخوة والأخوات المشاهدون. حلقتنا اليوم التحديات التي تواجه أسرنا، هذا عنوانها، التحديات التي تواجه أسرنا، وهي الحلقة الثامنة من برنامجنا مسارات الأسرة. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة تواجه كثيرا من التحديات، خصوصا في بلاد الغرب، ونحن نعيشها ونعيش هذه التحديات واقعا وليس سماعا. هذه التحديات التي نعيشها أثرت علينا وأثرت على أبنائنا وبناتنا، وأثرت حقيقة على أسرنا. وإذا وجدت هذه التحديات فإنها تؤثر على الوحدة الأولى في هذه الأسرة المتمثلة بالزوج والزوجة، ثم بالأبنات المتمثلة بالأبناء والبنات التي تتكون منها هذه الأسرة. لتعلموا أيها الإخوة أن الأسرة عموما عليها تآمر، وعليها تآمر على كيانها، وأعظم كيان تبنى منه هذه الأسرة هي الأبناء والبنات، لأن الأسرة عبارة عن لبنات. هذه اللبنة الأولى متمثلة بالأب، ثم الزوجة، ثم الأبناء، ثم البنات، ثم الأحفاد، وهكذا. والعالم كله يتكون من هذه الأسر ومن هؤلاء الأفراد. ولعل أعظم تحدي يواجه الأسرة اليوم ليس على مستوى أمريكا التي نعيش فيها، وإنما على مستوى العالم كله، تحديات المخدرات. وأصبحت اليوم يقنن لها في كثير من البلدان. نحن هنا في أمريكا قنن لتجارة الحشيش وتعاطيها، وإن كان التقنين فيها يعني تأخذها بورقة من الطبيب على أساس أنها علاج من العلاجات، لكن ما يدريك على أن هذا الذي أخذها مريض ومحتاج لها، بل أصبحت اليوم أمرا مشاع يصل إليها الناس في أي وقت وفي أي ساعة من الساعات، بل أصبحت كما تعلمون المباني الموجودة في هذه المناطق القريبة منا الكبيرة مكانا ومرتعا لزراعة هذه النبتة الخبيثة، نبتة الحشيش المخدر التي تهلك الحرث والنسل، والتي تدخل في البيوت وتدخل في كل مكان في حياة الأسرة المسلمة، وأصبحت تعاني من كثير من الويلات ممن يتعاطى هذه النبتة الخبيثة التي هي المخدر. لماذا يريدون للعالم أن يعيش في هذا الجو الذي تسود فيه هذه المخدرات؟ هذا جزء الحشيش، يمكن أقل المخدرات تأثيرا، أما المخدرات الكبيرة والمخدرات الأخرى التي يتعاطاها الهيروين وغيرها، هذه أصبحت حقيقة كذلك نارا تشتعل في كل مكان، وأصبحت تجارة المخدرات هي التجارة الرابحة بالنسبة للعصابات المافيا التي تتاجر بهذه المخدرات، بل إنها تأخذ بلدانا وتذهب ببلدان جراء هذه المخدرات التي يتعاطها الناس وتباع، سواء بالقانون أو بغير القانون. أذكر مرة من المرات أن أحد الناس كان يبحث عن علاج وصفة طبية، وصف هذا الطبيب
نحن لا نعلم ما مفعول بعض العلاجات الموجودة في الصيدليات، فذهبنا وقلنا نريد هذا العلاج لأن المريض كان عنده مرضا شديدا ووصفت له من الطبيب، فقال هذا لا نحضره إلى هنا، هذا العلاج لا نحضره إلى هنا. فقلنا لماذا؟ قال لو أحضر إلى هنا لجاءت العصابات ودخلت إلى الصيدليات ودمرتها ودخلوا إليه يسرقونه. وذهبنا إلى المستشفى ويعني لم نصل إليه لأن هذا كان علاج لأحدهم أصيب بإصابة بليغة في ظهره جراء حادث من الحوادث، وكانت الوصفة من المستشفى. الشاهد أنك لا تعرف ماذا يتعاطى الشباب وماذا يعطيهم الدكاترة والأطباء لبعض العلاجات، وهل هم محتاجين لهذه العلاجات التي فيها نسبة المخدر نسبة عالية أم لا. لكن أصبح اليوم حتى أن بعض الناس حينما تذهب إليه وتقول له أنا أشكو من كذا يقول لك ليش ما خليت الدكتور فلان يعمل لك مثل هذه الحبوب، وأصبح يتعاطاها إما بعلم أو بغير علم، وهي جزء من المخدر حقيقة ومن المخدرات التي إن أدمن عليها الإنسان يعني اتجه أيها الإخوة اتجاها بعيدا ليكون ضمن المدمنين. أين الإشكال في قضية المخدرات وانتشارها على مستوى العالم كله؟ الإشكال يا إخوة خاصة في بلداننا العربية والإسلامية أن هذه البلدان بالذات يمثل فئة الشباب منها الأكثر، ويريد للشباب أن يظلوا كما هم إما في جريمة المخدرات، ودخلوا كما قلت لكم في الحلقة السابقة في بوتقة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك ونشر الشبه التي تخرجهم عن الدين، ثم قضية المخدرات وهي الفقرة الثانية من استهداف الأسرة المسلمة المتمثلة بالشباب والشابات في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين وفي الجاليات المسلمة في الغرب عموما وفي الغرب عموما أعني بها أوروبا وأمريكا وغيرها، حتى ينجرف الشباب خلف المخدرات ثم بعد ذلك ينجرفون إلى الجرائم التي تحدثها هذه المخدرات. إذن السبب الرئيسي أيها الإخوة في جر الشباب إلى المخدرات هو ضياع مستقبل هؤلاء الشباب وضياع حياتهم وضياع كيانهم والأضرار المترتبة عليها كثيرة. من ضمن هذه الأضرار أضرار دينية تتعلق بدين الشخص نفسه، بدين الشاب، بدين الشابة، بدين الرجل نفسه. هذا الضرر يتمثل أولاً في الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. من أعظم الأشياء التي تصد الناس عن ذكر الله وعبادته سبحانه وتعالى هذه المخدرات والمسكرات. يقول سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هكذا يقول سبحانه وتعالى موجها الناس جميعا أن يبتعدوا عن كل مسكر وعن كل شيء يذهب العقل حتى لا يصدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة. لذلك قال الصحابة حينما نزلت هذه الآية انتهينا انتهينا، وانتهوا منها وأهرابوا الخمر حتى سالت منه شوارع المدينة كما قال أهل السير. والمؤمن لماذا يصد عن سبيل الله؟ لماذا يصد عن ذكر الله؟ لماذا يتبع الشيطان؟ لأن القلب يتعلق فيما يحبه والنفس تتعلق فيما تحب، فإذا تعلق الشخص بالمخدر أصبح كل شيء عنده هذه المخدرات وهذه المسكرات فيتعلق بها فيصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنها سبب من أسباب ضعف الإيمان. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإيمان يزداد وينقص، الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان،
فإذا ما وقع الإنسان في معصية ووقع الإنسان في ذنب نقص منسوب الإيمان عنده بمقدار ما يتعاطى وما يقع فيه من ذنب وفي ومن معصية. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا ينتزع من قلبه جزء من الإيمان حتى يضعف عنده الإيمان فيقع في الذنب وفي المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أضرارها الدينية أنها تقتل الحياء. الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، وهو مما أدركه الناس من آثار النبوة السابقة. والحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حقيقة أن الذي يتعاطى هذه المخدرات في الأصل ينتزع منه الحياة، ولذلك تجد الذي انتزع منه الحياة ممكن يتعاطى أمامك الخمر ولا يستحي، ممكن يتعاطى المخدرات ولا يستحي. كم في بعض الأحيان نذهب إلى المحلات التي فيها اختلاط الخمر وغير الخمر، فتجد بعض الناس مسلم أنت تعرفه في بعض الأحيان قد يأتي إلى المسجد ويصلي معه وهو حامل معه كيس أو بكس فيه خمر، وتصادفه أمام الباب وكأن الأمر عاري عنده، كأنه حامل بيبسي. لماذا؟ انتزع منه الحياة فأصبح لا يستحي منك، وأصبح كأنه يقول: هذا حرية، أنا أفعل ما أريد، وأنت تريد أن تمنعني وتريد أن تبعدني عن هذا. ولذلك ينتزع الحياة من متعاطي المخدرات والمسكرات وغيرها. الأمر الرابع الطرد والإبعاد من رحمة الله. كلنا يا إخوة يسعى كل واحد منا إلى الوصول إلى مرضات الله ورحمته، كلنا. والإنسان ما وجد في هذه الحياة إلا ليحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. واحد يذهب ينفق ماله ويقوم لصلاة الفجر ويذهب إلى الحج ويتصدق ويصوم ويزكي، كل أعمال البر هو يريد أن يصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل من رحمته للمؤمنين في الآخرة الجنة، ورحمة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كذلك من ضمن رحمات الله أنه يرحم العباد لا يعذبه سبحانه وتعالى. فكلنا نسعى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يتعاطى المسكرات والمخدرات فهو من أبعد الناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك عند أحمد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. والخمر يقاس عليها الحشيش والمخدرات وغيرها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. عشرة لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يكون خير من شيء ملعون؟ وهل يمكن أن يكون خيرا من شيء ملعون؟ الأمر الآخر أن متعاطيها هذه المسكرات والمخدرات وغيرها أن متعاطيها متوعد بالعقوبات الأخروية الشديدة، كذلك لصاحبها عقوبة في الآخرة تصيبه في الآخرة جراء فعله وجراء عمله. جاء في حديث ابن عمر عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. الله سبحانه وتعالى لا يقبل لمن شرب الخمر
أو تعاطى المخدرات والمسكرات لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار، ما يخرج من أهل النار من صديدهم يساق في موضع فيسقى فيه هؤلاء الذين ألمنوا المخدرات والمسكرات. وجاء عند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم، يعني من فروج الزواري التي يعذبن في نار جهنم عياذا بالله. هذه الأضرار الأخروية التي يجنيها من يتعاطى المسكرات والمخدرات وغيرها. وفي الأثر عن الضحاك قال من مات مدمنا للخمر مضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا، رواه النسائي. الذي مدمن على الخمر والمخدرات ينضح في وجهه من الحميم عند موته، يعني انظر إلى هذا العذاب الذي يعذبه هذا الذي أدمن على المخدرات وعلى المسكرات وعلى هذه الأشياء التي تذهب العقول، كيف أنه يعذب حتى عند مفارقة روحه لجسده وهو في هذه الدنيا. كذلك أيها الإخوة حرمان الرزق والعلم من أضرارها، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا يحرم الإنسان رزقا ولا يحرم الإنسان علما ولا يحرم الإنسان توفيقا إلا بذنب اقترفه، فإن الإنسان إذا اقترف ذنبا كان بعيدا عن الله، وإذا ابتعد الإنسان عن الله لا يبالي الله سبحانه وتعالى بأي وال هلك هذا الإنسان. كذلك المتعاطي لهذه المسكرات والمخدرات يشعر بوحشة بينه وبين الله، وهذه أعظم شيء أيها الإخوة ممكن أن تكون من أضرار هذه المسكرات والمخدرات. يا إخوة، وهل يأنس الناس إلا بالقرب من الله؟ وهل يأنس الإنسان إلا حينما يسجد لله؟ وهل يأنس الإنسان إلا حينما يتقرب إلى الله بالطاعة؟ وهل يأنس الإنسان إلا حينما يقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهل يطمئن الإنسان أيها الإخوة بغير ذكر لله سبحانه وتعالى وحب لله تبارك وتعالى وشوق للقاء الله سبحانه وتعالى والتطلع لرحمة الله سبحانه وتعالى وسعيا من الإنسان لأن يرضى الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا رضي عنك وإن سقطت عليك الناس؟ فإذا ولت الوحشة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فمن الذي يؤنسك؟ من الذي يؤنسك؟ أين تجد السعادة وأين تجد الأنس؟ إنك لا تجد إلا ضنك في العيش وضنك في حياتك كلها وبعد عن الله سبحانه وتعالى وقسوة في القلب. ألم يقل الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أيها الإخوة أضرار المسكرات والمخدرات على صحة الإنسان. لو أننا قلنا للإنسان اذهب
إلى المحل الفلاني واشتري منه علبة فيها سم، فيها سم، لقال لك تريد أن تقتلني، ويمكن يزعل منك ولا يكلمك لأنك جلدته وقلت له اذهب إلى المكان الفلاني يبيعون سم، خذ لك علبة واشرب منها مرتين أو ثلاث. قل لك أنت تريد أن تقتلني، لكن صاحب المخدرات والمسكرات يذهب بقدمه إلى موضع هلاكه، يذهب بنفسه إلى موضع هلاكه وهو يعلم هذا الموضع موضع الهلاك لنفسه وضرر هذا الشيء عليه. والأعجب من هذا في بعض الأحيان قد تجد حتى الطبيب الذي يعالج الناس من هذه الأمراض يتعاطاها هو، وهو نفسه هو الذي يحذر الناس منها يتعاطاها. لذلك تجد هذه الشهوة، شهوة المخدرات والمسكرات والإقبال عليها، هي هوى في النفس وإدمان عليها. يريد الإنسان أن يصنع كما يصنع الناس كما ستسمعون، وأنه يريد أن يكون مثل بقية الناس حتى وإن كان فيها الهلكة. من أضرارها انكماش الجلد ونموره، هذا صحيا، ولذلك ترى المتعاطي للمخدرات ينكمش جلده وكأنه إن كان عمره 20 سنة 25 سنة كأن عمره 50 سنة. لماذا؟ للضرر، هو لا ينام، هو لا يأكل، هو غير مرتاح، قلق في نفسه أثر هذا على مظهره وعلى جسمه وعلى بدنه. كذلك التهاب الشبكية في العين، هذه الأطباء هم يقولوها، التهاب النظر والشبكية في العين وقد يؤدي إلى تمزقها. كذلك اضطرابات في كريات الدم البيضاء، وكذلك آفات الأطراف وارتعاشها الرعشة. ولذلك تجد المدمن إذا مكث يوما عن تعاطيه هذه المخدرات ترى فيه الرعشة ترتعش أطرافه كلها، هذا واحد من أضرارها ومن أضرار هذه المخدرات. التهابات في الشرايين، شرايين القلب، مما يؤدي إلى انخفاض النبض عنده، يؤثر على عضلة القلب، وقد تنزل دقات القلب وضغطه حتى يفارق هذه الحياة. وكم علمنا من أناس فارقوا الحياة بسبب تعاطيهم لبعض المخدرات ولبعض المسكرات. كذلك من الأضرار النفسية والعقلية التي تصيبه، إذا كان هذا الضرر متعلق به بدنيا في صحته البدنية، كذلك فيه أضرار نفسية وعقلية تؤثر على عقله، منها القلق والاكتئاب. غالبا ما يصاب هؤلاء المدمنون بالقلق والاكتئاب، والاكتئاب المزمن الذي يصعب عليه أن يعالجه وأن يخرج منه. ولذلك تجد بعض الأحيان بعض الناس يقول لك والله أنا عندي اكتئاب مزمن، اكتئاب مزمن، فيمكث فيه يشعر بوحشة بينه وبين نفسه، يشعر بأنه غير سوي، حتى وهو بين الناس يشعر على أنه ليس مثلهم وإنما يختلف عنهم اختلافا تاما، ويعيش حتى وإن كان مع الناس لوحده سارح الذهن بعيدا عن الناس، حتى لو جئت تكلمه ما يذكر أنك تكلمه إلا بعد أن تقول لك إيش قلت، لأنه يعيش في اضطرابات نفسية داخلية أثرت عليه هذه المخدرات. التوتر العصبي والنفسي تجده متوترا يبحث عن أي شيء، ولذلك هذا المتوتر إن حرم من هذه المخدرات والمسكرات ممكن يقتل للوصول إلى مال يذهب يتعاطى به المخدرات والمسكرات، ممكن يسرق حتى وإن لم تكن عادته السرقة، لكن إذا حضرت موعد أخذه لهذه المخدرات والمسكرات ممكن يقتل أو يسرق أو يعمل أي عمل ليصل إلى المال ويذهب يتعاطى هذه المخدرات، ولا يمكن أن تحجزه عنه إلا إن قتلته أو قتلك. هكذا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من التوتر العصبي والنفسي. كذلك الهلاوس السمعية التي يجدها، أذكر مرة من المرات جاءني واحد من الشباب
وكثير من الشباب جاؤوني حقيقة في بعض الأحيان يأتي إليك ويقول لك يا شيخ أنا أريد أن تقرأ علي القرآن. فلما تجلس معه أولا وتبدأ تنبش فيه في حياته وتصارحه تقول له شوف لا تكذب علي ولا شيء، أنا أعرف أن وضعك هذا وضع متعاطي مخدرات متعاطي حشيش، يحاول أن يفهم لكن في النهاية يقول لك صح والله أنا متعاطي. أذكر قلت له مرة من المرات جاءني أحد الشباب إلى هنا إلى المسجد وقال يا شيخ أنا أريدك أن تقرأ علي القرآن، أنا أسمع أصوات داخل حينما أذهب أسمع أصوات ترتج في رأسي. فقلت له اسمع أنا سأقرأ عليك لكن أنا سأسألك سؤالا الآن قبل أن أقرأ عليك، كم لك من الأيام لم تتعاطى الحشيش المخدر؟ قال والله على نوم الظهر يا شيخ هذا جاي مع الأشياء. قلت احمل الله أنك ما تسمع طائرات، هذا سببها وليست حالة واحدة بل حالات كثير. جاءني شباب كثر أجلس معهم في النهاية أكتشف أنهم يتعاطوا المخدرات ويتعاطوا المسكرات، ثم هو يشعر بهذه الهلاوس والسمعية التي يسمعها في بعض الأحيان البصرية، يأتي يقول لك يا أخي أنا أشوف ثعبان يخرج من الجدار، وماش ثعبان، هي الثعابين التي تعاطاها، هي السموم التي تعاطاها. أو يرى أشباح وفي بعض الأحيان يمكن يتخيل حتى أولاده وزوجته، أحدهم كان يتخيل زوجته أنها شبيهة بقرد وممكن يقتلها. ستسمعون بعض الأمثلة في هذا. هذه واحدة من الأضرار النفسية التي تؤثر على متعاطي المخدرات والمسكرات. كذلك البلانة وضعف الإدراك والتركيز واضطراب الذاكرة وكثرة النسيان، وقد يصاب المدمن في بعض الحالات بفقدان ذاكرته والجنون. خلاص يصل إلى هذه المرحلة من المراحل التي أثرت فيه هذه المسكرات وهذه المخدرات. كذلك أيها الإخوة سوء تقدير الزمان والمكان وتقدير المسافات والسرعة، وهذه ينتج عنها قضية الحوادث التي تحدث. هو لا يقدر على أنه يمشي في سرعة أعلى، وذلك كم من الشباب راحوا ضحايا السرعة في هذه البلاد وفي غيرها، وتجد أن السبب الرئيسي لها هي تعاطي هذه المسكرات المخدرات، لأنه لا يحدد المسافة بينه وبين السيارة التي قبله، وكم المسافة بينه وبين المنعطف الذي سينعطف منه، مما يؤدي به إلى الانقلاب ويمكن أن تكون سبب من أسباب وفاته. كذلك من الآثار النفسية على المتعاطي للمسكرات والمخدرات الانطواء، العزلة والشعور بالإحباط، هكذا يشعر على أنه لا يوفق، لم يوفق لعمل، لم يوفق لدمع مال، لم يوفق لزواج، لم يوفق لهذه الأشياء كلها، فيشعر بالانطواء، حتى أنه يجد في ما بينه وبين نفسه أن الناس كلهم يكرهون. لما تجلس معه يقول لك أنا أشعر أن الناس تكرهني ولا ما أدري ليش يكرهوني. ويمكن يكره هذا المتعاطي أقرب الناس إليه، ممكن يكره أبيه والده، ممكن يكره أمه، ممكن يكره زوجته. وذلك كثيرا أنا يتصل بي في قضايا كثير، يعني في بعض الأحيان تختلف المرأة مع زوجها وممكن يقوم يضربها ينهبها يخرجها من البيت، حتى في بعض الأحيان في آخر الليل في أوقات الشتاء يخرجها ويسكر الباب فتمكث خارج البيت. هذه كلها سببها تعاطي المخدرات. أول من يكره من يحب، وقد يؤثر عليه حتى في حياته، ممكن يكون داخل البيت يأتي بمسجل يرفعه إلى الأخير حتى يزعج الجيران الذي بجواره أو التلفاز إلى الأخير، أو هو بنفسه ينقلب يصيح في كلام إما أن يفهم أو لا يفهم، المهم أنه يشعر هذا الشعور في حياته ويشعر عند انطوائه وانعزاله أنه وحيد، فلا بد أن يخرج ما في نفسه
بهذا الصياح وبهذه الحالة التي يشعر بها وهذه الحالة التي يجدها في نفسه. كذلك انفصام الشخصية أيها الإخوة، وهذا مرض من الأمراض التي تصيب المدمنين على الخمر والمخدرات والحشيش وغيرها. سجلت بعض الحوادث التي يذكرها في الصحف وفي المجلات، ويذكرها كثير ممن يعني يعرف هذه الحوادث. فتاة جامعية دخلت إحدى المستشفيات وكانت تؤذي جسدها، فقالوا لها: ما الذي فيك؟ ما الذي أصابك؟ قالت: أريد أن أخرج ثعبانا من جسدي. كانت تشعر أن فيه ثعبان، حتى ذهب عقلها، والنتيجة أنها بسبب تعاطي المخدرات. مرأة كانت ممن تتعاطى المخدرات ألقت برضيعها على الأرض بسبب أنها نظرت إلى طفلتها هذه التي بين يديها كأنها قطة تمص متجها. كانت ما تتخيل أنها بنت، كانت تتخيل أن هذه قطة تمص من ثديها هل، فألقتها ورمتها على الأرض وعورتها. هذا يشعر هكذا. لذلك يا إخوة، حوادث كثيرة، حتى حوادث شاهدة أشلاها نحن هنا مع بعض المواقف التي يعني أشلاها. أنا لا أريد أن أذكر لكم أمثلة قريبة نعيشها هنا في داريتنا، لكنها موجودة مثل هذه الأمور ومن مثل غيرها. أذكر مرة من المرات يعني أحد الناس، أذكر لكم هذا الموقف يعني قبل فترة، ويقول لي والدي يشكو أن ثعبان يدخل من النافذة. أنا ما رأيت ثعبان داخل أمريكا، أنا لي 19 سنة في أمريكا ما رأيت ثعبان. ما أدري هل رأيتم أنتم ثعابين هنا موجودة في الأماكن؟ ما أدري، أنا ما رأيت إلا في الحديقة. فقلت ثعبان يدخل له من الجدار. كيف يدخل من الجدار؟ قلت: وهل رأيتم واحد؟ قال: قلت لما تجلس معه يرى الثعبان؟ قال: أيوه. يدخل مرة من الجدار، مرة من النافذة، مرة من الباب، مرة من تحت السرير، مرة. فقلت يعني هذا ودوه إلى المستشفى، هذا مريض. وفي النهاية اكتشف أن فيه جزء من المخدر يتعاطى، فأراد أن يخفف منه أو أن يقلل منه أو أن يبتعد عنه. لا يستطيع إلا بمعالجة، يذهب إلى المصحة ويذهب إلى أطباء متخصصين حتى يخرج هذه السموم من جسده. كذلك الحوادث التي تحدث كثيرا ما تحدث أيها الإخوة بسبب أضرار هذه المسكرات والمخدرات. ما هي الأضرار التي تترتب على تعاطي المسكرات والمخدرات على الأسرة، على أسرة الشخص نفسه؟ أولا انهيار الأسرة. يا إخوة، غالبا ما يحدث الطلاق بين الزوجين بسبب تعاطي هذه المخدرات. أحدهم يقول: إن أتعس امرأة تحت أليم السماء زوجة السكران، زوجة المخدر. هذه تعيش في جحيم. فعلا تعيش في جحيم. أتعس مرأة تحت أليم السماء هي زوجة هذا الذي يتعاطى المسكرات والمخدرات. هذه الأسرة التي هي لبنة واحدة متكاملة لابد من المحافظة عليها ومن بذل الجهد لاستقرارها. يا إخوة، لو قال أحدنا ممكن نحرق جزء من بيتك وتضرب، لك لا، أنا ما أرى أن واحد يحرق جزء من بيتي. وهذه ليست تحرق جزء من البيت المبني، وإنما تحرق الوسط الأسري الداخلي، وسط الأسرة تدمرها. يفترق الزوج والزوجة بعد سنين عديدة من الزواج، وبعضهم قد تكون آثارها عليه. ممكن يكون في البلاد بعيد عن المسكرات، جاء إلى هذه البلاد، وأنتم تعلموا أن هذه البلاد يعني لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الناس من أن يتعاطى ما يشاء، فيدخل في عالم المخدرات وهو جاء بأهله من البلاد إلى هنا حتى يستقروا. كلما جئنا إلى هنا إلا أن الإنسان يطلب رزقه من الله سبحانه وتعالى بتيسيره في هذه البلاد ليعيش مع هذه الأسرة. لكن هذا جاء واتجه اتجاها آخر، يتجه في المسكرات والمخدرات، وبعد زواج
وعيشة هنيئة كان يعيشها في اليمن في وقت فقر، ويمكن لا يجد في بعض الأحيان اليوم الذي يجد فيه دجاجة يشتريها لأهله، لكن كان مرتاح يروح آخر اليوم وهو مرتاح يأكل الحاصل مع أهله وأسرته ويشعر بسعادة وينقضي اليوم. فلما جاء إلى هنا وجدت الفلوس في يده ووجد العمل وتيسر كل شيء والبيت يتجه اتجاه آخر، فتتدمر الأسرة بسبب تعاطيه لمخدرات المسكرات، وإذا به يتطلق يمكن بعد 20 سنة 30 سنة من الزواج 15 سنة، وتنتهي هذه الأسرة وتتدمر بسبب تعاطي هذه المخدرات، ناهيك عن الضرر الصحي الذي يترتب على هذا. أذكر مرة من المرات جاءني أحد الأخوة يقول ادعوا لي فلان من الناس مريض عنده الكبد. فقلت سبحان الله، يعني ما الذي أصابه بالكبد؟ يعني صاحبنا جاء من البلاد ولم يمضي عليه إلا شهرين، خاصة إذا وصل إلى 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 شلة من الفاسدين الذين هم يتعاطوا هذه الأشياء، فكان يأخذ الخمر ويشرب الخمر، ما مر عليه إلا شهرين وإذا بالكبد تذهب، أكلتها المسكرات والخمور، وبعدها لم ينم طويلا 6 أشهر وتوفى رحمه الله. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان لا يقدر نفسه ولا ينتبه للأضرار المترتبة على هذا. إذن من أضرارها أيها الإخوة انهيار الأسرة وضياعها. وتخيل معي أن يكون رب الأسرة بنفسه إما رجلا أو امرأة يتعاطى هذه المسكرات والمخدرات، كيف يمكن أن يكون أبناؤه؟ كيف يمكن أن يكون أبناؤه؟ واحد من الناس يعني قال ذهبت برسالة إلى ولاية أخرى، فلما وصلت إلى هناك سلمت الرسالة لصاحبها وقال أي خدمة لك؟ قلت له شكرا، لو في يعني قارورة ماء أشربها. قال كما أخبرني يقول، فقال لي أتى القهوة، أول مرة أسمع أنها القهوة الخام، قال أتى القهوة؟ قال لا أيوة، مظالم القهوة يعني صاحب مظالم القهوة. قال لي متأكد؟ قال لي أيوة، لو في قرص قهوة. قال راح جاب لي بكس خمر، جاب لي بكس خمر. قال قلت لي لا ما أنا أقول قهوة يعني ما وصل مثل هذا. قال أنت قلت لك القهوة؟ قلت القهوة أنا ظنيت كافي مش الخمر. فتخيل أنت هذا في البيت، رب الأسرة بنفسه، يأتي الطفل الصغير ويجد الخمر داخل الثلاجة، تأتي البنت وتجد الخمر، يأتي الشاب ويجد الخمر داخل الثلاجة، كيف سيكون الأبناء؟ كيف سيكون الأولاد؟ يعني المسألة أيها الإخوة حقيقة ضررها عظيم، انحراف أفراد الأسرة كلها، قد تدر الأسرة كلها عياذا بالله الانحراف، فيقع في المسكرات ويقع في المخدرات وغيرها. وكم من الشكاوى حقيقة التي تأتي من انحراف الآباء. بعض الأسر بعض النساء والزوجات حقيقة تكون من بيت صحيح أهلها أهل استقامة، لكن يعني ودفوا زوجوا واحد، فيأتي إلى هذا الذي لم يراعي صلاح هذه المرأة صلاح هذه البنت، فيقع في المسكرات والمخدرات. بعض النساء حقيقة تذهب بأبنائها بعيد عن أبيهم وعن والدهم حينما يتعاطى هذه المسكرات والمخدرات. وأنا جاءني شكاوى من مثل هذا، أنه إما يترك له ينزل البيسمنت يعبث ما يشاء، أو يطلع الأرك ويبعد الأولاد والبنات عنه، لأن زوجته من بيت مستقيم زوج، إما أن يكون هو كان يعني أخلاقه طيبة ثم انحرف. فهذه لكن في الغالب أيها الإخوة إذا لم ينتبه الإنسان ويبتعد عنها ابتعادا تاما، فإن إذا كان رب البيت بالدف ظاهبا فشيرة أهل البيت كلهم الرأس كما يقال. كثرة حالات الطلاق واحد من الأسباب، كثرة حالات الطلاق، لأن ذكرت لكم أن من أضرارها أن الإنسان يقول كلاما لا يدرك المعنى الذي له. وحالات الطلاق التي تحدث هي الناتج عن تعاطيه للمخدرات. قد لا يحسب لطلاق السكران، إذا طلق الرجل زوجته وهو سكران لا يعد طلاقا ولا يحسب طلاقا، لأن مثله مثل المجنون فاقد العقل
وفاقد عقله لا يصح منه تصرف. لكن الأضرار المترتبة على هذا ويمكن للإنسان أن يرتكب جرائم عدة حينما يذهب عقله بمسكرات الفجر. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه والله ذكر عن رجل في الزمن الماضي أنه استدري رجل إلى بيت امرأة فلما دخل وجد عندها غلاما صغيرا ووجد عندها كأس خمر ووجد امرأة يقول فراودته المرأة وقالت له لك واحد من الخيارات الثلاثة إما أن تقع إما أن يقع عليها أو أن يقتل الغلام أو أن يشرب الخمر. فهو نظر إليها فوجد أن أقل الأضرار بالنسبة له كما قدرها هو الخمر فشرب الخمر وقال خلاص أقبل شرب الخمر فشرب الخمر فقتل الغلام وقع على المرأة. إذن الخمر رأس الخبائث وأم الخبائث فهو الذي يجر إلى الجرائم المتعددة يجر إلى القتل يجر إلى السرقة يجر إلى الزنا يجر إلى كثير من المصائب وإلى كثير من المهلكات. كذلك المتعاطي بالمسكرات من أضرارها على الأسرة أنه يطفئ نار الغيرة على العرض في قلب المؤمن. ولعلكم تسمعون وتقرؤون بعض الأخبار الذي ما يسمى بالجنس الجماعي ممكن يعني يجتمع عدة أشخاص في موضع واحد وممكن يتبادل الزوجات وغيرها لأنها ذهبت نقولهم بهذا الجو الذي يعيشونه وهذه أضرار المسكرات والمخدرات. كذلك أيها الإخوة الوقوع في العداوة والبغضاء بين متعاطي المخدرات. لذلك صدق الله حينما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لنا ويحذرنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من التباغض والتحاسد. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيها الإخوة من أضرار المسكرات والمخدرات الأضرار الأمنية. لأن متعاطي المسكرات والمخدرات ممكن يرتكب جريمة في أسرع وقت، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يعمل أي جريمة. ولذلك الأضرار الأمنية التي تترتب على تعاطي المخدرات كثيرة. وما في الغالب ما وقعت جريمة إلا ولها سبب، وتجد أن رأس هذه الأسباب هي تعاطي المخدرات والمسكرات. في أمريكا في إحصائيات في أمريكا وأوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص وفرنسا قالوا أن الإحصائيات تشير إلى زيادة جرائم الاغتصاب والعنف وأغلبها ترتبط ارتباطا وثيقا بالإدمان وتعاطي المسكرات والمخدرات. مثلا عندنا في الدول العربية مثلا في إحصائية عن الكويت نسبة 15% من الجرائم التي ارتكبت كانت أسبابها المخدرات. هذا فقط كمثال، وإلا في كل مكان في اليمن في السعودية في مصر في تجد أن نسبة الجرائم وارتفاعها سببها هي تعاطي المسكرات والمخدرات. كذلك من أضرارها أيها الإخوة الأمنية الحوادث المرورية التي تحدث. الحوادث المرورية التي تحدث سببها تعاطي المسكرات والمخدرات لأنه يمشي في طريق لا يقيس فيه المسافات ولا يدري أين يتجه. كذلك أضرار اقتصادية أيها الإخوة أن الإنسان ينفق مالا كثيرا في أشياء لا تنفعه ولا تفيده إلا لحظات يشعر أنه في بحبوحة من حياته، لكن في النهاية أنه يصرف أموالا طائلة وأموالا كثيرة في هذه المسكرات وفي هذه المخدرات. ما هي الدوافع التي تؤثر في الشباب وتوقعهم في مراكز المخدرات؟ ما هي الدوافع التي تجعل الشباب يدخل في المخدرات وفي المسكرات؟ لكل شيء دافع،
يدفعه إلى الوقوع في هذه الأشياء. أولاً أيها الإخوة، ضعف الوازع الديني، لأن غالباً أيها الإخوة المتدين في الغالب يبتعد عن كل شيء يؤثر على تدينه. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمتدين غالباً ما يبتعد عن المسكرات، وإن خرج إلى المسكرات أو المخدرات يأتي في وقت ضعف. إذا أول شيء ضعف الوازع الديني عنده. إذا ضعف الوازع الديني في القلب ممكن الإنسان يرتكب أي جريمة، لأن الوازع الديني ضاع من قلبه. مجالسة رفقاء السوء، مجالسة رفقاء السوء. والله ما زلت أذكر شابا من الشباب جاءني وقال أريد أن أجلس معك، فجلس معه منتظرا إلى صلاة العصر. وشكلي قال أنا دخلت أمريكا وعمري تقريبا 7 سنوات والآن عمري 16 سنة، يعني قضى ما يقارب 9 سنوات أو أكثر أو أقل. يقول لما وصلت إلى إخواني استقبلني إخواني، كانوا 3 هنا، فكان الشباب يجتمعون عندهم ما يقارب من 20-25 شاب من الشباب يتعاطوا الحشيش. قال كلهم، وأيام يعني تخيل طفل صغير دخلنا مع الشلة. أنا شعر أني ضيعت مستقبلي، ضيعت حياتي، وإخواني ضيعوني، ماذا أصنع؟ فعلا يعني ماذا أصنع؟ فكانت نصيحتي له، قلت له هل معك مكان ممكن أن تذهب إليه أبعد من هذه المنطقة التي تعيش فيها؟ قال أيوة، إلى مكان كذا، دلني على المكان. قلت خلاص ننقل. وفعلا نقل، شفته بعد 3 سنوات تقريبا وعرفته، عرفته أنت فلان. قال أيوة، كيف حالك؟ قال والله بشرك الحمد لله، واصلت الدراسة وخرجت من الهاي سكول وبدأت أشوف طريقي نفسي. قلت له إخوانك؟ قال والله مكانهم في الدوامة نفسها، في الواقع الذي هو نفسه. طبعا ذكر لي أشياء كثيرة، وفي أشياء كثيرة أنا أعرفها لمشاكل هذه المخدرات لا يوجد الوقت الكافي حقيقة لذكرها، وإلا فهي أشياء مؤلمة. لكن مجالسة رفقاء السوء هم الذين يدعونك إلى المخدرات وإلى المسكرات وإلى كل جريمة، حتى إذا وقعت فيها تبرأ منك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وعلى الله الإخوة والشباب، لا يمكن لصديق السوء أن يقف مع صديقه في وقت ورطته، لا يمكن. كذاب، إنما يمليك يا رجال أعمالي، وبعدين أول ما يتخلى عنك هو. أذكر مرة يقول لك يا أخي روح اقتل فلان، وحدثت حوادث وراح وقتل فلان، وأول من وقف ضده صديقه، قال لك يا من يفعل لك تتحمل هذا الجريمة؟ هذه نفس ما إيش مصر، بعد أنت الذي كنت محرمه وأنت الذي كنت تقوله. يفعل هكذا حتى إذا وقع في الهلكة بعدها تبرأ منه، كما قال الله عز وجل مثل الشيطان قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذلك يقول يا رجال ارتاح، عليك شباب، أنت الآن فرصتك إنك تعمل ما تشاء، ما حد دايبك ولا حد عارفك، حتى إذا وقع في المسكرات والمخدرات يعني تبرأ منه صديقه وابتعد عنه في وقت حاجته إليه. كذلك من الأسباب أيها الإخوة السفر والانتقال من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان أو من ولاية إلى ولاية، قد لا يجد موضعا هنا ممكن يكون في محبوحة منه فينتقل إلى مكان آخر يشعر أنه آمنا ويقع في المسكرات وفي المخدرات، هذا إن وجد عنده الوازع في بعض الأماكن. أما في بعض الأحيان ممكن يتعاطاها ويقول لك أنا حر أعمل ما أشاء. كذلك الفراغ أيها الإخوة من الأسباب والدوافع التي تجعل الشباب يقع فيها في المخدرات والمسكرات، حب تقليد الكبار وتقليد بعض المشاهير. أقول لك خلنا نفعل مثلها، ومثلها حتى الدخان وغيرها أسبابها أنه يريد أن يقلد الكبار وأن يقلد المشاهير. كذلك الترف الزائد ووفرة المال، حينما يكون المال بيد الواحد مال كثير يستطيع أن يعمل ما يشاء، هذه واحدة من الأسباب التي والدوافع التي يقع فيها الناس. الهروب في المخدرات، الهروب من مواجهة المشكلات وعدم القدرة على حلها. واحد يعني
يقول لك أنا حدثت عندي مشكلة ما قررت تخرج منها، والله قد كنت أنا تركت الخمر في فترة. واحد مرة قال يأتي إليه يقول لي شوف أنا والله العظيم أنا قد كنت تبت لكن حدث كذا ورجعت أشرب الخمر قلت أخرج من هذا العالم. قلت يعني أنت دخلت في عالم آخر أعظم، يعني يظن على أنه يخرج من هذا العالم الذي هو فيه وإذا به يوقع نفسه في عالم آخر من التوتر والاضطراب وكذلك ذهاب العقل وغيرها. اعتقاد بعضهم بعض الناس عدم تحريم المخدرات والمسكرات الحشيش، يقول لك ما هيش حرام على يعني مفتي ما هيش حرام، ما الفرق بينه وبين كذا؟ هي نفسها بس انتم متشددين. هي نفسها، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والذي قالها هو الله سبحانه وتعالى. وكل شيء يذهب العقل ويذهب عقل الانسان هو محرم، يقول عليه الصلاه والسلام ما اسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى وإن كان لا يسكره إلا أن الخمر محرم. بعضهم يقول لك والله أنا أشرب خمر لكن ما أسكر ما أتغير، هو محرم في ذاته، حرمه الله سبحانه وتعالى لذاته، مثله مثل الخنزير تحريمه. لذلك ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بآيات صريحة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. استخدام بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، قال لي واحد تكلمت عليه في البداية أن الإنسان قد يستخدم بعض العلاجات دون استشارة الطبيب، وهذه العلاجات تحتوي على نسبة كبيرة من المخدرات، وإذا به يدمن وهو يعلم أو لا يعلم ويعيش في هذا الجو جو الإدمان. شوف يا ولدي لو بيشتري مثل هذه الحبوب في الديش ذاك اليوم يشعر من الراحة فيها. يمكن يستخدمها الإنسان هذه العلاجات وهذه الأدوية باستشارة الطبيب لفترة محددة، وإلا قد يقع في هذه المخدرات عياذا بالله ويضر نفسه أكثر من غيره. أسباب تعود إلى الأسرة، منها التفكك الأسري والضغط الاجتماعي، وهذه أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الشباب والوقوع في المخدرات، التفكك الأسري الداخلي. تخيل أنت لما يكون الزوج مطلق زوجته والزوجة بعيدة عن زوجها، ما تدري أين أولادها، هل رباه الزوج ولا تربيه هي، فيضطرب الناس. تخيل أنت معك شاب عمره مثلاً 14 سنة 13 سنة، يدخل البيت ما يجد أبوه، أو يدخل البيت ما يجد أمه، وين قال لك أمك مطلقة، أو أمك يعني تطلقت من زوجها وذهبت إلى مكان آخر أو تزوجت أو كذا. تخيل أنت كيف يعيش هذا الشاب، يبحث عن رفقة ممكن يشعر بنوع من الطمأنينة عندهم، فيدخل في عالم المخدرات والعصابات وتجره إلى كثير من الأشياء. والله لو ذكرت لكم بعض المصائب والكوارث التي تحدث لما تخيلها عقل. هذه من الأسباب أيها الإخوة. ما هي الطرق التي نوقي أنفسنا من هذه، ونوقي أهلنا ونوقي أسرنا ونوقي أبنائنا وبناتنا هذه المخدرات؟ سأذكرها لكم سريعا. نشر التوعية، وهذه المحاضرات التي نقدمها واحدة من الأسباب التي نوعي فيها الناس ونوعي فيها الشباب ونوعي فيها الإخوة والأخوات من أضرار هذه المخدرات. نشر الوعي في المساجد، في المدارس، في الجامعات، في المجالس على أضرار هذه المخدرات. الابتعاد عن البيئة المشجعة على التعاطي. واحد يعيش في بيئة مثلا في بيت يتعاطى أهل المخدرات فينتقل بيت آخر، أو جيران يتعاطى هذه المخدرات ممكن يؤدي هذا إلى الضرر على أبنائك فينتقل مكان آخر. حتى لو بعت البيت، بع البيت وانتقل في مكان آخر أسلم لك أن تحفظ أهلك وأبنائك من الوقوع في المخدرات وفي المسكرات. البيت بدل البيت، وممكن تنتقل مكان آخر آمن لك لأهلك وأولادك. كذلك تلقي العلاج النفسي اللازم لمن أدمن، ضروري يذهب إلى الأطباء ويأخذ العلاج ويتعالج من هذا. لابد من وجود الرقابة الأسرية على أبناء والبنات، يعني أراقبهم وتجد بعض العلامات الموجودة عليه اسأل الطبيب، لو وجدت شيئا من الانحراف في سلوك ابنك أو في ظاهره في وجهه في عينيه في، اعلم أن في مشكلة. هذه المشكلة اذهب به إلى الطبيب ويجري له الفحص التام عليه، يطلع لك النتيجة إما أنه متعاطي المخدرات أو عنده مرض. ففي كلا الحالتين هما مرض، إن يكون المرض عضوي أصيب به عالجه لأنك أنت المسؤول عنه، وإن كان مرض المخدرات والوقوع في المسكرات وغيرها كذلك عالجه لتعرف أين كان ابنك وماذا تعاطى وماذا صنع. هذه أيها الإخوة المخدرات
هي من جزء من التحديات التي تواجه أسرنا في هذه البلاد وفي غيرها. لذلك نحن في تحديات عظيمة ينبغي أن ننتبه لها وأن نعيش أيها الإخوة الواقع الذي نعيشه بنوع من الحذر من أن يقع أبناؤنا وبناتنا في المسكرات وفي المخدرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المسكرات والمخدرات وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا في كل مكان. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.